Bonjour mes élèves de la classe de la 8e, comment allez-vous? Toachini Gidan, Amissi Hall. Sorry طبعا بالنسبة للكونفرنس مش عارفة في مشكلة في واضح نوع السايت أو على الكونفرنس نفسه في مشكلة مش بعرف أوصل لكم بالصوت، فاحنا حاولنا مرتين معلش. المهم أنا دلوقتي ده آخر فيديو هعمله معاكم. بليز تيك كير. في ناس كتيرة قوي ودي شيء مهم. أنا مش هعمل إكزام للكوارتر، فبالتالي أنا معتمدة على الهوم ورك أو الأساينمنت اللي أنا بعته وعلى الكويزز وعلى البروجكت. درجتكم هتتقسم على الثلاثة دول. أنا في اتنين هوم ورك بعتهم، في ناس طبعا عملت وفي ناس ما عملتش، واتنين كويزز برضك في ناس عملت وفي ناس ما عملتش، والبروجكت تلات أرباع طبعا ما عملش، والبروجكت عليه أكبر نمرة. البروجكت هاخد عليه 30 من 100. اوكي انا بعت ايميل على ال او بعت مش ايميل بعت ميل على الميل بوكس اللي في ال ام اس. تاني بعت ميل على الميل بوكس في ال ام اس ليك يور بيرنتس، وحاطه فيها اسامي الناس تقريبا اللي ناقصها حاجات، لان يعني بقول اللي ناقصه هوم ورك او كويز او بروجكت يا ريت يبعتهولي عشان ابتدي اجمع الدرجات. دي حاجه. في كان النهارده لسه سلمتها لميس دينا برضو علشان هتبعتها لأولياء الأمور عشان يوم ما تاخد صفر عندي بقى من 100 في الكوارتر يبقى معروف سعادتك أخدت صفر ليه، لأن كنت مكبر. أوكي فدي أول حاجة لازم تخلوا بالكم منها. تاني حاجة، في كويز هيكون يوم الخميس الجاي. الكويز هحطه تقريبا من 1:30 أو 2 لغاية طبعا الساعة 12 بالليل على ال ام اس على الاساينمنت. اوكي الكويز هيجي في ايه؟ هيجي في الفوكابولري اللي انا هشتغل معاكم النهارده هشرحه، او الكومبرهنشن، الاثنين كومبرهنشن اللي احنا عملناهم مع بعض اللي هما كانوا بيج. هقول لكم بيج ايه بالظبط عشان لحظة هفتحهاكم. 400 ثواني و 435 اللي هي comprehension 1 اللي هي les enfants les français en vacances، اللي هي اول حاجه تايتل فوق اللي احنا عملناها، او على ال comprehension number 3 ou loger pendant les vacances. هيجي لك اسئله يا اما على comprehension دي يا اما على comprehension دي يا اما exercise على ال vocabulary. ممكن اجيب comprehension vocabulary على اخر كويز، يعني في الكويز الاخير انا لسه ما حطيتهوش عموما. فانا بالتالي دلوقتي عايزه اشتغل معاكم الفوكابولري دون، عشان كده قلت لكم لازم اعمل معاكم فيديو. بليز راجعوا على الكومبرهنشن. انا هبعت لكم عموما اساينمنت كمان على الكومبرهنشن حالا النهارده بالكتير هبعته او بكره، وهبعت لكم وذاكروا الفوكابولري ده كويس. انا هشرحها لكم دلوقتي. À la gare et à l'aéroport. À la gare هنا الجار بتاعت القطر، محطة القطر، ستيشن بتاعت القطر، إما الأيروبور اللي هو الأيربورت. أوكي خلوا بالكم لما بقول بالفرنسي à la gare بالظبط، بس سوري بيبقى مقصود بيها محطة القطورة، لكن لما أقول la gare routière دي محطة الأتوبيسات اللي بتسافر، زي مثلا الاتوبيسات اللي هو شرق الدلتا وبتاع اللي بتروح الساحل والغردقه وشرم الشيخ، دي بنسميها المحطه بتاعتهم لاجار روتيير. احنا هناخد الفوكابولري اللي بنستخدمه في الجار او الايروبور. اوكي بور اشتي ان بي اي فور باي تيكت، لما اجي اشتري تذكره من شباك التذاكر. اوكي طبعا في الجار. Vous désirez madame ou monsieur، يعني البياع هنا او لو جيشتيه اللي هو بياع التذاكر بنسميه جيشتيه، وشباك التذاكر اسمه جيشيه.
فبيقول هنا فو ديزيري مادموزيل مسيو، يعني عايزين ايه يعني مادموزيل او مسيو. فهي انت هنا تبتدي تقول جو فودري ان بيي. زمان كنا بنشتري برضك البيي من الجيشيه بتاعت الايربورت بتاعت الطيران بتاعت الافيون، ما كانش عن طريق الكمبيوتر وبتاع، كنا بنروح وبنشتريها من فعلا من مكاتب الحجز. جو فودري ان بيي دو تران بور بوردو. اوكي هنا بص الصوره، فو ديزيري مدام ميسيو، الراجل هنا يا اما بقول جو فودري ان بيي دافيون، يا اما انا عايز ايه تذكره طياره. ان علي سامبل، ان علي سامبل نو، ان علي ريتور. علي سامبل يعني وان واي تيكت، ان علي ريتور يعني راوند تريب رايح جاي. اوكي طيب الكلاس بقى، ان بريمير كلاس او ان سكوند كلاس، يعني فيرست كلاس ولا سكند كلاس. ان سكوند كلاس سيل فو بلي، يعني عايزة دي كونفرساسيون، دي مناقشة ما بين أو محادثة ما بين الراجل اللي بيبيع تذاكر والمسيو أو المدام. فوالا سي 112 أورو. أوكي ثمنها 112 أورو. طيب بور دوموندي لي زورير، أن أورير يعني سكادجول، يعني أعرف مواعيد الديبار، مواعيد الذهاب والعودة والمواعيد بتاعت القطورة بتاع. بسأل أي حد à quelle heure part le train، ça à quem هيمشي الترين، او à quelle heure part l'avion، il part à 14h، الساعة 14. خلوا بالكم في فرنسا لما بيقولوا الساعة 1 2 3 لغاية الساعة 12 الظهر هما بيكملوا بال 24 ساعة، يعني بيقولوا الساعة 13، الساعة 14، الساعة 15، الساعة 16 لغاية ما يوصل للساعة 24. ما بيقولوش مثلا 12 الظهر بعد كده 1 الظهر 2 الظهر، مش بيعيدوا 1 2 3 تاني زينا، لا بيستمروا ال 24 ساعة. فرنسا وأوروبا عموما. اوكي. À quelle heure est-ce qu'il arrive à Bordeaux؟ بيوصل الساعة كام القطر ده في بوردو؟ بوردو دي ريجيون يعني بلد في فرنسا، محافظة في فرنسا. Il arrive à 16h58، يعني الساعة 4:58 دقيقة. هما هناك دقيقين جدا وفعلا ده بيبقى حقيقي. بصوا ده كده بيبقى عموما تابلو مش 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 مطلوب منكم تعرفوه قوي. بار دي بوردو، نيميرو دو تي جي في يعني رقم القطر، الرقم بتاع القطر دون. باري مون بارناس، بيطلع ده بيبقى الساعة كام، بيوصل الساعة كام، وهكذا. ده تقريبا ديبار وهكذا. بواتي دي بتاع ادي بوردو اللي انت عايز تروحها، رقم القطر رقم كذا بيطلع الساعة كذا، رقم قطر كذا، تابلو يعني بيبقى محطوط في محطات تعرف بيه المواعيد. اوكي ده كده بالنسبة للفوكابلوري ده. فمهم جدا انك تعرف اللي انا عايزاكوا تعرفوه كويس وتفهموه وتحفظوه الفوكابلوري ده. دي حاجة بسيطة جدا. واخر حاجة اللي هو ده، وانت بتشتري التذكره بتستخدم اني اكسبريشن، علي سامبل، علي ريتور، ان بيي دو تران، ان بيي دافيان، اهو ان بريمير كلاس او سكوند كلاس، تعرف بتاع كلمه اورير، السكادجوال، الساعات وهكذا. اوكي وجود لك، وده هيكون اخر كويز. بليز ابعتوا لي البروجكت وابعتوا لي كل اللي ناقصكم عشان اكمل درجاتكم. بليز بليز. And good luck.